يقول هداني الله للاستقامة قبل 6 أشهر، ولكنني أعاني من مشكلة وهي حبي للتدخين، مع العلم أني لم أدخن منذ استقامتي، فما نصيحتكم لي؟ الحمد لله، ما دام أنك لم تدخن وتركت هذه المادة الخبيثة عليك أن تستمر في تركها، ولو أنك تميل نفسك إليها طاعة لله سبحانه وتعالى، مع تركها والمداومة على تركها سيذهب ميلك إليها إن شاء الله. عليك بالصبر حتى تزول هذه المحبة وهذا الميل.